انا مش هتكلم على كل اللي بيحصل ده يا جماعه. من فضل حضراتكم من يثير الفتن واضحين جدا، واضحين جدا. انا يعني الحقيقه انا شفت الفيديو ده من قناه النادي، طبعا ده فيديو من قناه النادي الاهلي وكاميرا قناه النادي الاهلي هي اللي عاملاه. بصوا حضراتكم انا مش عايز اعلق على الموضوع اكتر من اللي انا قلته، سلوك غير رياضي من الكابتن حسام ومن الكابتن ابراهيم، وسلوك مشين لا نقبله كرياضيين. من المفترض ان الكابتن حسام والكابتن ابراهيم دول بالنسبه لنا علامه كبيره جدا جدا، ولكن ان يحدث ذلك والاستاذ وليد بدر الاداري، الكابتن وليد بدر الاداري بيعمل حركات زي ما حضراتكم شفتوا كده بالظبط، انا مش هقدر اقولها. وبعدين اطلع في المؤتمر الصحفي اغير الحقائق؟ طب ده يرضي مين يا جماعه؟ ده يرضي مين؟ انا عايز اعرف ده يرضي مين. انا بوري لحضراتكم الموضوع بالفيديو. تاني اللي انا بعمله لحضراتكم ده، انا ساكت، فضلت ساكت لغايه لما شفت الفيديو بعينيا. طب ده كلام يا جماعه؟ اللي حضراتكم شايفينه ده بيحدث من الجهاز الفني للنادي السموحه والجهاز الاداري لنادي سموحه، هل ده كلام؟ هل يا باشمهندس فرج عامر الكلام اللي انت كاتبه والكلام اللي انت قلته ده ينطبق على الجهاز الفني بتاعك ولا لا؟ ما حد يرد علينا. المهندس فرج عامر النهارده كاتب تويته غريبه جدا الحقيقه، وانا برضو علقت عليها في البدايه. حضرتك رئيس نادي كبير، وحضرتك رجل محترم، وحضرتك رجل مسؤول في الدوله وعضو مجلس نواب ورئيس لجنه الصناعه. إثارة المشاكل لا تحدث، مش من المفترض ان هي تطلع منك. عيب يا باشمهندس فرج، اتفرج على الفيديو اللي احنا عاملينه، اتفرج عشان تعرف الوقت اللي تم احتسابه سليم ولا مش سليم. ان شاء الله تقعد في الدوري يا اخي، مش يعني مش بالطريقه دي. انتوا عايزين تثيروا الفتن وخلاص، إثارة فتن وخلاص. لكن كل ما يحدث الحقيقه سواء من المهندس فرج عامر وهو رجل اكن له كل التقدير وكل الاحترام، ما يحدث هو سلوك غير رياضي وسلوك مشين من المهندس فرج عامر ومن الجهاز الفني لنادي سموحه والجهاز الاداري. يعني اللي انا اعرفه يا جماعه ان الجهاز الفني يجب ان تكون هناك سياسه للنادي بيمشي عليها، فمن الواضح ان سياسه النادي سموحه كده ان انا اطلع اتكلم اي كلام. وانا اسف جدا ان انا منفعل، لان الفيديو ده الحقيقه انا لما شفته يعني ما صدقتش. ما ينفعش كده يا كابتن حسام ويا كابتن ابراهيم، انتوا مدربين جامدين جدا ومدربين محترمين جدا ومظلومين في مصر زي ما انتوا بتقولوا دايما، بتقولوا انتوا اللي بتقولوا الكلام ده، لكن في النهايه ما ينفعش يحصل منكم كده. مباراه واتغلبت فيها في الوقت الرسمي، في الوقت المفروض يتحسب. اصبر وشوف المفروض الوقت يتحسب ولا ما يتحسبش، وبعد كده اطلع اعمل وارمي ازايز واعمل اللي انت عايزه. لكن بهذا الشكل وبهذا المنظر اعتقد ان احنا رايحين في سكه صعبه جدا جدا جدا. وحضرتك مش بتثير جمهور نادي سموحه فقط او جمهور اسكندريه او الناس اللي بتشجع سموحه فقط، انت بتثير جماهير كتيره جدا جدا على عكس الحقيقه. كابتن سمير عثمان شرح الحقيقه كامله، شرح الحقيقه كامله. يا جماعه احنا داخلين على بطوله كبيره، حرام عليكم اللي انتوا بتعملوه ده، والله حرام عليكم اللي انتوا بتعملوه ده. لو على حق انا اسف جدا يا جماعه، أكتر ناس بتنتقد النادي الأهلي وبتنتقد الجهاز الفني للنادي الأهلي وبتنتقد أي خطأ في النادي الأهلي إحنا هنا في ملعب الأهلي. الراجل اللي قاعد قدامكم ده كابتن سمير عثمان قال قبل كده إن في ضربة جزاء كان يجب أن تحتسب فاول على رمضان صبحي، أنا عمري ما هنسى هذا الموضوع. في ملعب الأهلي أكتر وقت أو أكتر انتقاد تم انتقاده للاعيبة النادي الأهلي وللجهاز الفني في هنا في ملعب الأهلي بعد مباراة سان داونز. فمن فضل حضراتكم اللي بيحصل ده سلوك غير رياضي وسلوك مشين وما ينفعش. واتمنى اتمنى اتمنى ان يكون لاتحاد كره القدم، لان احنا انا مش عايز اتكلم على اتحاد كره القدم لان في امور كتيره جدا وانا مش هقدر اتكلم عليها دلوقتي، ولكن اتمنى من لجنه المسابقات بقياده الحاج عامر حسين او الاستاذ عامر حسين ان هم يشوفوا الفيديو ده، واتمنى من المهندس فرج عامر ان هو يعيد التفكير في اللي قاله وأن يكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه. مش هنفضل في اللي احنا فيه ده طول عمرنا، مش هنفضل في اللي احنا فيه ده طول عمرنا.
الناس بتسلم على بعض بعد نهايه اي مباراه في الدوري الانجليزي او في اي دوري في العالم، بيسلموا على بعض وبيطلعوا. كابتن امين عمر، كابتن سمير عثمان قال ان هو ياخد 10 من 10 في الوقت البدل الضائع. هو الهدف جه في الدقيقه كام يا كابتن؟ في الدقيقه 7؟ في الدقيقه 97 57 وفي كان اصابه لعيب من بتاع سموحه قعد حوالي 41 سنه، يعني لازم ما يقلش ينهي في الدقيقه على الاقل حاجه في الدقيقه 99 في الاخر، لازم يزود يوصل الدقيقه 99. تمام، يعني كحساب وقت ضايع. لا طبعا يعني يا جماعه برضو حاجه اخيره الحقيقه انا عايز اتكلم فيها، اتمنى اللي هيكون اللي مش هيكون على قد المسؤوليه يقعد في البيت بقى، يقعد في البيت وما يتعبناش. احنا على فكره هنا في قناه النادي الاهلي يعني بنحاول دايما ان احنا نكون في منتهى الحياديه وفي منتهى الاحترام مع الجميع، ولكن ان يحدث ما حدث والفيديو اللي حضراتكم شفتوه سواء من الجهاز الفني للنادي السموحه او الجهاز الاداري، اعتقد ان ده محدش يستحمله. بيني وبينكم محدش يستحمله. ايضا اللي عمله او الكلام اللي بيكتبه المهندس فرج عامر، يعني ايه طالع تقول في كل حته ان حكام ايه يا باشمهندس وبتاع ايه؟ هو انت لما طلعت تاني الدوري كانوا الحكام المصريين كويسين وعليهم عسل، ودلوقتي ما عليهمش عسل؟ حاجه غريبه جدا جدا الحقيقه. وبعدين كل واحد طالع يتكلم، انتوا حرين، اللي عايز يحاسبن يحاسبن، واللي عايز يقول يقول، ولكن في النهايه الحقيقه دايما واضحه، والارقام لا تكذب، والكاميرات لا تكذب، الفيديوهات لا تكذب. يا جماعه عيب عليكم كده، احنا داخلين على بطوله الامم الافريقيه وعمالين نلم من هنا شويه ونلم من هنا شويه ومن هنا شويه ونقفل المواضيع علشان ما نقعدش نرد على بعض ويبقى فيه فتنه تثار خلال الفتره اللي جايه. وبعدين اللي انا اعرفه يا كابتن سمير ان العلاقات ما بين الجمهورين وما بين الادارتين سواء هنا او هنا علاقات جيده جدا. ما سمعناش